مع موفدنا إلى هناك كمال مهوي ليعطينا آخر التفاصيل حول آخر الاستعدادات للمنتخب الوطني الجزائري في هذه الأثناء. كمال، مرحبا بك، تفضل. تحية لك حسام وإلى كل مشاهدي قناة النهار وشارع الجمهور الرياضي الذي ينتظر مباراة الغد بين المنتخب الوطني ونظيره من الرأس الأخضر المقررة غدا في تمام الساعة 8 هنا بملعب الشهيد حملاوي. قبل ذلك المنتخب الوطني سيخوض آخر حصة تدريبية على أرضية الملعب الرئيسي في حدود الساعة 6 انطلقت يعني قبل لحظات، قبل أن يفسح المجال لمنتخب الرأس الأخضر الذي سيخوض حصة تدريبية في موعد المباراة. إذن الحصة التدريبية انطلقت الآن بحضور كل اللاعبين باستثناء رايان أيتنوذي الذي لم يتنقل إلى هنا إلى قسطنطينة بسبب معاناته من إصابة في الرأس تلقاها مع فريقه ولفر هابتون. بالنسبة للفريق والتشكيلة مكتملة، والمنتخب الوطني خاض حصة استرجاعية بالفندق الذي يقيم فيه الفندق العسكري الذي يبعد حوالي 5 دقائق، وقبل ذلك حصة فيديو شاهد فيها مباراة تنزانيا أين وقف الناخب الوطني على النقائص التي عانى منها المنتخب في مباراة تنزانيا شهر سبتمبر الفارط التي لعبت بملعب عناب، وأيضا بعض اللقطات من مباراة المنتخب السنغالي حتى ربما يصحح الأخطاء، والوقت لم يتبقى بالكثير لكأس إفريقيا التي يحضر لها الناخب الوطني جمال بلماضي. بالنسبة للدخول الجماهيري غدا والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها ولاية قسنطينة مع مديرية الشباب والرياضة لولاية، فتح الأبواب سيكون بداية من الساعة 10 صباحا بعدما بيعت كل التذاكر الإلكترونية يوم أمس، والمقدر عددها ب 18,000 تذكرة بيعت كلها عبر المنصة الرقمية تذكرتي، لكن الأبواب ستفتح على الساعة 10، هو ما ربما أزعج بعض المناصرين هنا بقسنطينة لأنه وقت طويل يقضيه المناصر من الساعة 10 إلى الساعة 8 ليلا، موعد انطلاق المباراة، ولو أن الجمهور سيكون بقوة منذ الساعات الأولى من قسنطينة ومن الولايات المجاورة، خاصة المنتخب لم يلعب هنا في قسنطينة منذ سنة 2000. أكيد حسام، لكن من جبل الفقراء، هكذا من جبل الفقراء هنا أمام ملعب الشهيد حملاوي أطلق عليه هذا الاسم نسبة لأنه الأنصار سابقا حيث كان يكتظ الملعب بأنصار شباب قسنطينة أو في ديربي مدية قسنطينة وشباب قسنطينة، يأتي المناصرون الذين لم يتمكنوا من اقتناء تذاكر إلى هذه المنطقة التي تسمى جبل الفقراء، ومن هنا يشاهد الفقراء الذين لم يقتنوا تذاكر المباراة، وغدا ستكون هذه المنطقة أيضا مكتظة عن آخرها. هذا للتوضيح فقط، خاصة مثل ما قلت أنه الأنصار المنتخب هنا في قسنطينة والولايات المجاورة متشوقون لإعادة اكتشاف المنتخب بوجهه الجديد، خاصة المنتخب لم يلعب هنا في قسنطينة منذ 2017، والناخب الوطني جمال بلماضي جدد رغبته في اللعب في كل أنحاء الجزائر. بالنسبة لبعض ربما المعلومات أنه إسلام سليماني يعاني نوعا ما من الإرهاق، ومشاركته غدا منذ البداية مستبعدة، سيكون احتياطيا أو معفى من المباراة، كل ذلك سيتحدد بعد نهاية الحصة التدريبية، وهو الذي قطع رحلة طويلة من البرازيل إلى فرنسا ثم الطائرة إلى مدينة الصيف بسبب غياب الرحلات مباشرة من فرنسا إلى قسنطينة، وبعدها تنقل بالسيارة من مطار صيف إلى هنا والتحق بالمنتخب الوطني وخاض حصة تدريبية أمس، واليوم ستتحدد مشاركته من عدمها بعد نهاية الحصة التدريبية، ولو أنه الجميع يرشح الدخول أمين غويري أساسيا في المباراة، سيكون سيشكل خط الهجوم ربما الذي ينتظره الجميع، بين أمين غويري في قلب هجوم من الجهة اليمنى رياض محرز، وعلى الجهة اليسرى فارس شايبي، وخلفهما عوار وفغولي ورامز الرقي أو هشام بوداوي، وهذه هي الأسماء التي سيجربها غدا الناخب الوطني الذي يتجه رويدا رويدا ل
للإعلان عن التشكيلة الأساسية التي ستكون جاهزة في مختلف المباريات، مثل ما تشاهد من خلف الحصة التدريبية انطلقت. ولا بأس أن يعطيك الزميل المصور هذه الصور لنتابعها. مثل ما قلت لك أن الحصة التدريبية ستكون مغلقة اليوم، وبعد ذلك في حدود الساعة 8 يعني في توقيت المباراة سيتدرب منتخب الرأس الأخضر المنافس، وستكون مفتوحة لمدة ربع ساعة لوسائل الإعلام. مثل ما قلت المباراة وحتى بطبيعة الودي، إلا أنها تشكل ربما حدثا هنا في قسنطينة، والكل متعطش لرؤية اللاعبين والمنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر في هذا الموعد الودي. نعم، وكذلك شكرا جزيلا لك كمال مهوي. رغم أن الحصة مغلقة، ولكن وجدت الموقع المناسب لكي نتابع معك ولو جزءا من هذه الحصة التدريبية. شكرا جزيلا لك.